أهلا بحضراتكم مشاهدي أكسترا نيوز. سنتابع معكم على مدار الساعة أهم الإنجازات في مختلف المجالات بعد 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو. نرصد خلال هذه الجولة أهم ما حدث على أرض مصر من طفرة حقيقية في العديد من الملفات المختلفة. خطوات متسارعة خططها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد للنهوض بالقطاع الصحي، لا سيما تطوير ورفع كفاءة المستشفيات سواء الحكومية أو الجامعية. المزيد نتابعه في العرض التالي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال والدم جامعة عين شمس. أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور محسن، طيب يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال، سنحاول معاودة الاتصال بدكتور محسن الألفي أستاذ طب الأطفال والدم بجامعة عين شمس. إذن يعود إلينا الدكتور محسن الألفي. أهلا وسهلا يا دكتور، هل تسمعون؟ أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. إحنا بنتحدث عن أبرز التأثيرات اللي أحدثتها الخطوات الأخيرة في الدولة على مدار العشر سنوات اللي فاتوا بعد ثورة 30 من يونيو. حضرتك كطبيب تابعت أبرز الإنجازات في القطاع الصحي على مدار العشر سنوات، إيه اللي حضرتك بتعتبره إنجازات حقيقية في هذا المجال؟ والله انتوا قدمتوا تقرير شامل ووافي، انما انا منظوري كطبيب وك برعى مجموعه من المرضى انه الحقيقه المشاريع عظيمه. يمكن انا بقول على راسها كمشروع قومي حقيقي هو التخلص من فيروس سي. ده كان كابوس مأثر على مش بس امراض الكبد ولكن امراض الدم، وفيروس سي زي ما احنا عارفين ما بيسيبش خلايا في الجسم رغم انه مشهور ان هو بيروح على الكبد. القضاء على فيروس سي، العلاج كان غالي جدا. انا من الجيل اللي عالجت فيروس سي لمرضى انيميا البحر المتوسط في التسعينات وفي اوائل ال 2000، كان نسبه الشفاء من الانترفيرون لا تزيد عن 10-20%. نسبه الشفاء الدواء اللي كان بيكلف 100,000 دولار للشخص في اوروبا وامريكا اتوفر في مصر مجانا، وكان باتفاقية مع الشركة المنتجة ببضع آلاف من الجنيهات، وفرت مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، وتم الشفاء أكثر من 4 مليون مريض بفيروس سي، ومصر كانت موصومة بفيروس سي. ما كانش حد بيرضى ياخد مننا بلازما أو نحن نتعامل في البلازما أو نقل الدم على المستوى العالمي، ولكن دلوقتي مصر عاملة مشروع قومي عظيم جديد لمشتقات البلازما نتيجة إعلانها إن هي بلد خالية من فيروس سي أو في سيطرة كاملة على فيروس سي. دول مشروعين بيسمعوا على بعض على طول. ندخل منه على مشاريع الأطفال. لما نقول صحة الأم والجنين يبقى أنا لما الأطفال المبتسرين
نسبهم تقل. النسب العالمية 10%، في مصر كانت النسبة أكثر من 15%، النسب دي ابتدت تقل. الأمراض اللي بتصيب الحامل من ضغط وسكر وسمنة وأنيميا وخلافه، ده بتأثر على صحتها، نسب وفيها كانت بتبقى عالية، وكمان الأطفال بينزلوا في حالة سيئة، يحتاجوا حضانات أكتر، يحتاجوا رعاية أكتر، في توسع في إنشاء الحضانات والرعاية المركزة لحديث الولادة. ولكن ده برضو لابد أن يبقى في توعية عند المواطن المصري أن نسب وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات انخفضت بصورة كبيرة جدا في آخر 10 سنوات، لابد أن يواكب معها برنامج حقيقي لتنظيم الأسرة. هو موجود وفعال، ولكن محتاج تعاون من المواطن. لو نعرف ان احنا الاسره المصريه نسبه الاطفال فيها من 3 لـ4 أطفال ده المتوسط، احنا عايزين نوصل الى معدل لا يزيد عن 2 عشان تزداد الخدمه المقدمه للطفل. طيب دكتور، بما انه بنتكلم عن امراض الاطفال والحاله الصحيه للاطفال بشكل عام وما تم انجازه في هذا الملف تحديدا، بسال حضرتك عن تقييمك للمبادرات المتعلقه بعلاج فقدان السمع عند الاطفال، مساله الانيميا، مساله التقزم عند الاطفال، التاثيرات كانت ايه يا دكتور؟ والله انا واحد من الناس بسافر كتير، بسافر امريكا واوروبا، وكان الواحد بيبقى حزين ان في مبادرات قوميه على مستوى امريكا كلها لفحص السمع عند الولاده، وبعدين بيتعاد تاني لو في اي شك في حاجه عند الشهر. تم فحص اكثر من 2 مليون طفل للكشف المبكر عن ضعف السمع، ونسبتهم لا تقل عن 1 في الـ1000. يعني تم انقاذ 2000 طفل ان هم يبقى عندهم ضعف السمع. يحتاج الى اذا تاخر الكشف المبكر ده بيبقى النطق عنده فيه مشكله، السمع، التعلم، الذكاء، كله بيتاثر لو احنا ما عملناش كشف مبكر. مبادره التقزم والسمنه، الناس تفتكر ان هم حاجتين عكس بعض، لا، ده سوء تغذيه. سوء تغذيه يعني ايه؟ يعني الام متصوره انه الطفل ياخد كالوريز كتيره عشان يبقى وشه مورد ويبقى تخين، ولكن للأسف الشديد السمنة بتسبب كثير من الأمراض والإعاقات، مش بس على المفاصل ولا الضغط ولا تصلب الشرايين ولا السكر ولا الأنيميا. الناس مش متخيلة أن أحد الأسباب الرئيسية للأنيميا هي السمنة. في المقابل التقزم، كلنا نفسنا أطفالنا يبقى طولهم كويس، وزنهم كويس. التقزم نسبته هو والسمنة والأنيميا في آخر 10 سنوات في انخفاض ملحوظ. عايزين مجهود اكتر، عايزين وعي اكتر بتقدمه الاعلام للاسر المصريه بتقدمه وزاره الصحه. البيبي الجديد او المولود الجديد في المبادرات تم اعلان عنه منذ ايام قليله، وهو الكشف المبكر عن السرطان. برضه ده حاجه مهمه جدا وحلم كنا بنحلم بيه، انه لو نقول ان نسب الشفاء في كثير من الاورام السرطانيه بتصل الى 100% عند الكشف المبكر، وتصل الى اقل من 50% مع اضعاف اضعاف التكلفه واضعاف اضعاف المضاعفات لو حصل تاخر في الكشف المبكر عن السرطان. طيب دكتور، كلام حضرتك بيصب في النقطه المتعلقه بالتوعيه، ودي نقطه حضرتك ذكرتها في حديثك. ايه الجهود اللي بتتم في توعيه المواطنين؟ يعني حضرتك ذكرت بعض الامثله على ممارسات خاطئه بيتبعها الاهالي مع الاولاد بتؤدي الى بعض الامراض. ايه الجهود اللي بتتم في مجال توعية المواطنين؟ انا اقول لحضرتك احد المبادرات الرئيسية هي عن الكشف المبكر عن الاحتلال الكلوي ومنع الاحتلال الكلوي. معروف ان مصر من اعلى الدول في الغسيل الكلوي، وبرضه بقى عندنا تقدم في زرع الكلى، وده جزء منه وراثي، ولكن الجزء الاكبر هو التهابات مجرى البول والكلى اللي بيتاخر تشخيصها. وبرضه نفس الحكايه زي ما بنقول امريكا واوروبا كانوا سابقنا، واحنا بنحصلهم في مبادرات للكشف المبكر عن الامراض الوراثيه، ضعف السمع الى اخره. اليابان كانت رائده في مجموعه من المبادرات اللي هو عند 6 أشهر، وكل 6 شهور لغايه سن 5 سنوات، ده الفتره
اللي بتصاب الكلى فيه مش في السن الكبير، بتصاب من الصغر، والدهن الوظيفة بتاعتها تقل سنويا 1% 1% لغاية لما الواحد يبقى 20 30 سنة يبتدي يفاجأ ان عنده فشل كلوي وكان بيعاني منه في سن الطفولة. طب يا دكتور كيف يتم هذا الكشف المبكر؟ حضرتك بتتكلم انه هو تحليل بول مبكر بست شهور، بداية من ست شهور. تحليل بول بسيط بيتعمل كل ست شهور علشان لو في مشاكل في مجرى البول يتم علاجها. برضو الاستخدام العشوائي للأدوية ومضادات السخونية، خاصة الأدوية اللي هي بنسميها ما هي غير الكورتيزون، بنسميها بالانجليزي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري، كتير منها مدمر للكلى، مجموعه من المضادات الحيويه مدمره للكلى. من ضمن اللي حضرتك بتقولي يا ترى الوعي بيتم ازاي، احنا في مبادرات كتير. مساله المضادات الحيويه طبعا، المضادات الحيويه طبعا مجموعه الامينو جلايكوسايد اللي هو الجرامايسين والمجموعه ده هي البروفين والفولتارين، لابد ان يبقى استخدامه بحرص شديد فترات قصيرة باستخدام الطبيب بأمر الطبيب، مراعي ان الكلى مش متأثرة عند الطفل ده، بيجيب بول كويس الى اخره. انما انا اقول انه اللي بيقدمه اساتذة الجامعات من خلال المؤتمرات اللي بيعملوها بيبقى فيها شباب الاطباء ويحاضر فيها اسر. احنا بنعمل شهريا دورات في جامعة عين شمس لتوعية الاسر، اي نعم هم اسر المرضى. أنا يهمني أكتر السلام علشان ما يمرضش، عشان يبقى في تشخيص مبكر. مبادرات كتيرة قوي تمت وإحنا سعداء بيها. قائمة الانتظار بتاعة العمليات الجراحية، أقول لحضرتك إن إنجلترا فترة الانتظار عشان حد يعمل عملية في القلب قد تصل إلى سنة، عشان يعمل عمليات السمنة بتصل إلى أكتر من سنتين. قوائم الانتظار في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا اتعمل أكتر من 2 مليون عملية جراحية من خلال المبادرة الرئاسية، ودي حاجة كويسة جدا، لأنه مع تأخر العمليات الجراحية في كثير من الأحيان تحصل مضاعفات والعملية تفقد قيمتها، وبعض الأحيان الأخرى يبقى علاج متاح يمكن يخلي الحالة العامة أفضل. وطبعا بما أن حضرتك ذكرت الحالة العامة، يعني ده مع الوقت بيكون ليه طبعا تأثير على متوسط الأعمار في أي دولة. شكرا جزيلا دكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال والدم جامعة عين شمس، على كل هذه المعلومات. إن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية. حيث جسدت معاني وقيما غالية، أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات. إنما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر المخلصين والأوفياء، كفيل بتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأجدد من جانبي العهد معكم على الاستمرار كتفا بكتف ويدا بيد في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء. يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق بهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم.
هذه الكتلة اللي بتحكم هتختلف وهتتشرذم مع الوقت، مسألة وقت بس. لكن واضح ان هم ما كانوش قادرين، يعني فكرهم ما عندوش استعداد، كان المفروض يستجيبوا. أنا مروقة اللي ممكن احنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف لما نشعر ان الشعب المصري كله مروع وخايف. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. المصريين لما أرادوا التغيير غيروا الدنيا كلها. مش ممكن يتجمعوا كده إلا إذا كان في حاجة كبيرة قوي جواهم جمعتهم بالطريقة دي. أنا بطلب من المصريين طلب، ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. كان الهدف التفويض ده هو إعطاء رسالة للعالم كله إن في شعب في مصر، الشعب ده ليه رأي وليه إرادة، تفضل إرادة الشعب في أي دولة مش في مصر بس هي الحق. لما تحتشد مرة شيء اللي بد الكل يستجيب. وبالتوازي مع ما حدث من طفرة حقيقية في قطاع الصحة، واصلت الدولة جهودها نحو بناء مصر الرقمية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات وكفاءتها، الخدمات طبعا التي تقدم للمواطنين في النهاية. نتابع المزيد في التفاصيل في التقرير التالي. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سعت الدولة إلى بناء مصر الرقمية لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات وكفاءتها التي تقدم للمواطنين. وطورت الدولة البنية التحتية للاتصالات بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليار جنيه. هذه الجهود أثمرت زيادة عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية إلى 6,500,000 مواطن، قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة صعوداً من 4,200,000 مواطن بنهاية عام 2021. وتضم المنصة أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات، صعودا من 100 خدمة في نهاية عام 2021، وتشمل خدمات التموين وخدمات التوثيق وخدمات المحاكم وخدمات المرور وتجديد رخص المركبات وخدمات الأحوال المدنية وخدمات الزراعة وخدمات التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية والسجل التجاري والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021-2022 مقارنة بمعدل النمو 16.1% في العام المالي 2020-2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 4 سنوات متتالية. طفرة قطاع الاتصالات انعكست في تقدم تصنيف مصر بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بتصنيف A، وهو أعلى فئة في المؤشر، حيث كانت بالتصنيف B في 2020 والتصنيف C في 2018.
كما حصلت مصر على جائزة التميز الحكومي العالمية في التحول الرقمي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمثل عملية انتقال الجهاز الإداري للحكومة للعمل بها يمثل نقلة نوعية في الأداء الحكومي. ولم تنسى الدولة الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث تم ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكة المحمول، فضلاً عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين. للمزيد من التفاصيل عما حدث من خطوات إيجابية في مجال التحول الرقمي ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي. أهلا وسهلا يا دكتور. بحضرتك يا فندم وأهلا بمشاهدين حضرتك الكرام. دكتور، احنا بنتكلم عن عنوان عريض للجمهورية الجديدة من أبرز العناوين في هذه المرحلة، عنوان التحول الرقمي. حضرتك شايف أهم الخطوات اللي الحكومة اتخذتها على مدار العشر سنين اللي فاتت نحو مصر الرقمية هي إيه؟ والله حضرتك التحول الرقمي على رأس أولويات الدولة المصرية حقيقة، وأصبحت حقيقة من الأمور اللي بيتم الاستثمار فيها بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم التحول الرقمي حتى هنا بمفهوم التحول الرقمي الشامل، وليس فقط تقديم الخدمات الحكومية عن بعد عن طريق المنصات أو عن طريق التطبيقات، إنما احنا بنتكلم على محور في صناعة الإلكترونيات، وبنتكلم على الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، بنتكلم على تحديث منظومة الزراعة والتجارة والصناعة من خلال تكنولوجيا المعلومات، بنتكلم على تطوير منظومة تعليمية، بنتكلم على التشريعات اللي بتخدم منظومة التحول الرقمي، بنتكلم على التدريب وبناء الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الهام. حقيقة فإحنا قدام منظومة 360 درجة حقيقة في مجال التحول الرقمي، ويمكن الناس أكثر حاجة بتشوفها هي فكرة التقديم الخدمة الحكومية عن بعد، ويمكن احنا بنشوف في منصة مصر الرقمية زيادة عدد المستخدمين 10-15 ألف مستخدم يوميا، والأرقام في تصاعد استمرار، عدد الخدمات في تصاعد، عدد الحركات اللي بتتم على المنصة في تصاعد، فده بيقول الناس بدأت تفهم أهمية هذا الموضوع، انه بيوفر جهد ويوفر مال، بيحسن من جودة الحياة، بيحسن من جودة الخدمة. وحقيقة مصر كانت ضمن تصنيف البنك الدولي من الدول الواعدة جدا في موضوع التحول الرقمي، والتحول حتى من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم التكنولوجيا الحكومية أو government tech، ودي أعلى حاجة، بحيث أن هي ليس تقديم الخدمة في اتجاه واحد، إنما بيتم كمان توفير الخدمة والأخذ في الاعتبار الملاحظات القادمة من المواطنين العاديين أو مقطعات الأعمال، ودمجها في تحسين الخدمة وإعادة هيكلتها. فحقيقة في مجالات كتيرة جدا بتتم في هذا الموضوع، وهذا القطاع زي ما حضرتك تفضلت في التقرير بينمو نمو كبير جدا، ان هو كقطاع حقيقة يمثل قطرة التنمية اللي الدخول بقوة في اقتصاد القرن 21 المبني على التكنولوجيا بشكل كبير جدا. طيب دكتور، حضرتك أثناء إجابتك اتكلمت عن بناء الكوادر وتطوير الكوادر البشرية بشكل عام. في الحقيقة الدولة قدمت عدد من المبادرات الرقمية لدعم الشباب تحديدا، حضرتك شايف تأثير ده إيه على قدرات الشباب المصري؟ يعني لأي مدى نقدر نعتبر أنه هذه القدرات تطورت بالفعل؟ هي لما تأهلي الشباب وخصوصا في السن الصغير ونخليهم يمتلكوا أدوات القرن 21 وأدوات المستقبل، حتى البرامج دي ليس مخصصة لمرحلة عمرية بتبتدي من النشأ من 12 سنة ل 17 سنة، ثم الشباب في الجامعة وحديث التخرج، ثم حتى الأكبر من كده، وتدريب على أعلى مستوى حقيقة من خلال المنصات اللي موجودة اللي جهات وزارة الاتصالات، بيتدربوا على أحدث التكنولوجيات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الواقع المعزز، الواقع المدمج،
في مجال الفنون الرقمية، في مجال التصميم من خلال التكنولوجيا المعلومات، في مجال حتى تصنيع الإلكترونيات وتصميم الإلكترونيات، ودي صناعة متقدمة جدا هي مصر أصبحت عندها النهاردة تجمع وطني لصناعة الإلكترونيات في مدينة المعرف في العاصمة الإدارية الجديدة. بنتكلم على حتى التدريب على المستوى الشخصي، إن مش مجرد أنا بديله المهارات الرقمية أو بديله المهارات المتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، لا ده كمان التدريب بيشمل إزاي إن أنا أدير فريق عمل، إزاي أعرض فكرتي، إزاي إن أنا أنظم وقتي، إزاي أخلي فكرتي جاذبة للاستثمار. ويمكن احنا شفنا كمان طفرة في قطاع شركات النشأة التكنولوجية. عندنا أكبر النهاردة يمكن 3 أو 4 شركات ما يطلق عليهم اليونيكورنز، أو الشركات اللي وصلت ثمنها مليار دولار أو أكثر. وكمان احنا بنشوف شركة ناشئة مصرية ضمن واحدة من أفضل 20 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بنشوف شركة مصرية ناشئة برضو شغالة في مجال الفنتك أو التكنولوجيا النقدية، قادرة على جذب استثمارات 340 مليون دولار في خلال 12 شهر اللي فاتت. واحنا تابعنا انه فعلا من بدايه جائحه كورونا والفنتك تحديدا يا دكتور هو كان من القطاعات الرائده اللي كان فيه اقبال كبير من قبل رواد الاعمال. علي، ايه العوامل اللي ادت لهذا الاداء لهذا القطاع تحديدا؟ والله احنا لو بنشكر كورونا في حاجه فهنشكرها على دفع ملف التحول الرقمي كله، ومنها ملف الخدمات الحكوميه، وملف التعاملات الماليه النقديه، وملف تكنولوجيا النقد حقيقه. وده اللي خلانا في الاخر اصبح عندنا الشركه قادره على جذب 340 مليون دولار استثمارات في خلال سنه. ان خلت كمان ثقافه الممكن عند الناس العاديه البسيطه، ان انا ليه دايما اخد الخدمه عن طريق ان انا اخدها بالطريقه التقليديه، طب ما انا عندي ان انا اقدر اخدها عن طريق المنصه او عن طريق التطبيق المحمول او حتى بالاتصال بمركز المعلومات او مركز الاتصال الخاص بتقديم الخدمه، ليه انا اروح ادفع بالطريقه العاديه النقد، طب ما انا عندي محفظه النهارده على الموبايل اقدر ادفع منها. واحنا شفنا طفره في عدد المحافظ الالكترونيه على التليفون المحمول، وشفنا الكثير من الافكار الابتكاريه اللي موجوده في اللوجستيات والدفع عن بعد او الدفع اللا نقدي حقيقه. ودوت في مجال من المجالات حقيقه البعيده جدا ليس في مصر فقط انما في العالم كله. واحنا لما يبقى عندنا شركات ناشئه متفوقه في هذا المجال، انت حضرتك بتغيري شكل حتى الاستثمار في مصر، ان الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الاستثمارات الجاذبه جدا واللي بتزيد حتى في ظل الازمات العالميه. صحيح. يعني في ازمه كورونا وازمه الحرب الاوكرانيه الاستثمارات طلعت حوالين العالم من 350 مليار دولار لاستثمار. تابعنا القيمه السوقيه لهذه الشركات اللي بتشتغل في هذا القطاع تحديدا كانت بتزيد بشكل لافت. طبعا انت حضرتك لو بصيتي على نسبة اكبر 5 شركات في العالم من حيث القيمه السوقيه، 4 شركات تكنولوجيه وشركه تعمل في مجال الطاقه، الشركات دي كلها ابتدت بستارت اب او شركه ناشئه برائد اعمال من الجراج في البيت. يعني اصبحت النهارده شركات تريليونيه، قيمه الشركه في المتوسط 2.5 تريليون دولار، بتحقق مئات المليارات من الدولارات كل سنه كدخل. في الحقيقه الاستثمار دائما في التكنولوجيا والاستثمار في المستقبل، ودائما التكنولوجيا هي من تصنع الفارق، وامتلاك التكنولوجيا هو اللي بيدي دفعات كبيره جدا على المستوى الاقتصادي وبالتالي على المستوى المجتمعي. وحقيقه احنا بنمتلك العقول النابهه، وشركاتنا الناشئه هي من الشركات العظيمه اللي احنا حتى لما بناخدهم في المسابقات الدوليه هم بيتفوقوا على اقرانهم في جميع دول العالم، ودي حاجه احنا مارسناها وشفناها يعني في اكبر المحافل الدوليه اذا كان في الولايات المتحده او في اوروبا او في منطقه شرق اسيا. فهذا القطاع بيتم احتضانه بشكل كبير جدا، بيتم توفير السبل ليه، بقى عندنا قوانين لتحفيز الابتكار، عندنا قوانين الخاصة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناثرة وخصوصا العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجالات المتقدمة منها بتقديم الخدمات المالية أو تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الفني بشكل كبير جدا. فحضرتك بتشوفي صورة كاملة حقيقة بتعيد خريطة شكل هذا القطاع في مصر، إن هو حقيقة الأمر هو القطاع
الأكثر تطورا واللي هو قادر على النمو بدرجات كبيرة جدا، غير أنه هو قادر كمان على دفع جميع القطاعات إلى مزيد من التنافسية والريزيلينس أو القدرة على امتصاص الصدمات والتعافي السريع، خصوصا ضمن الدروس المهمة جدا من جائحة كورونا الصحية وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية. وتابعنا أنه طبعا ليه تأثير مباشر في الحقيقة على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. شكرا جزيلا دكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي على هذه المداخلة. لقد طلع عدونا بثلاثين ستة ونحن نعدهم بأنهم سيسحقونا في هذا اليوم. الرئيس محمد مرسي بالمية هرش بالله. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ إنجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم إنجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. مصر تحيا وأنف تحيا في كل شبه في كل ناحية، مش كلام بس الغنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، تسألوا الارض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين. دولة صعب تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبه في كل ناحية، مش كلام بس غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
الدولة خاضت ملحمة تطوير في جميع القطاعات في نفس الوقت، حيث شهدت القطاعات الإنتاجية الرئيسية للدولة المصرية تطوراً ملحوظاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتبر تحسين القدرات اللوجستية أيضاً واحداً من أكثر القطاعات التي شهدت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية. المزيد في العرض التالي مع محمد المهدي. أهلاً بكم. سعت مصر إلى تطوير القطاعات التنموية والإنتاجية لتعويض حالة السكون والإهمال التي عانت منها مختلف الملفات التنموية بالبلاد على مدار عقود خلت، حيث يعتبر تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي واحدا من أهم وأكثر الملفات التي شهدت نجاحا لافتا خلال العقد الماضي. وتفيد مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر بمعدل 48 مركزا خلال الفترة من 2014 إلى 2019 فقط، لتصل إلى المركز 50، كما تقدمت 5 مراكز في المؤشر للفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز 23. وتعتمد خطط التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل لدعم التنمية الشاملة. وجاءت استراتيجية تحول مصر إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات من خلال رؤية الرئيس السيسي المتكاملة على مدار الأعوام السابقة في عدد من المحاور، أهمها إنشاء ممرات لوجستية وتنفيذ شبكة طرق ومواصلات ضخمة لربط الموانئ وإنشاء وتطوير موانئ جافة ولوجستية، كما زاد عدد الأرصفة الحالية وزادت الأعماق في الموانئ. آخر وأهم المؤشرات التي صدرت عن البنك الدولي في شهر مايو عام 2023 حول أداء البنى اللوجستية كانت تقدم ميناء بورسعيد للمركز 10 عالميا وفقا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، والذي كشف عن تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز 10 عالميا لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز 13 لعام 2021. كما قفزت مصر إلى المرتبة 7 عربيا والثامنة 58 عالميا في مؤشر الأداء LPI اللوجستي لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي. وعملت الدولة المصرية على إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الزراعية الكبرى، منها مشروع مستقبل مصر للزراعات المستدامة والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبع الجديد على مساحة مستهدف استصلاحها تقدر ب1,050,000 فدان، والذي يمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة، بجانب المشروع القومي للصوب الزراعية والذي يقع على مساحة 100,000 فدان. كذلك تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، منها مشروع إحياء البتلو ومشروعات صوامع تخزين القمح والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومشروع إنشاء مستودعات سلع استراتيجية. وأقامت الدولة 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت 10 مليارات جنيه بإجمالي وحدات صناعية بلغ عددها 5,045 وحدة، توفر نحو 48,000 فرصة عمل مباشرة، وانتهت من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% ليتم طرح 7 مجمعات بإجمالي وحدات بلغ 1,657 وحدة. ومن أهم أهداف الدولة المصرية تسيير نقل الركاب والبضائع لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية من خلال تنفيذ ممرات لوجستية لتيسير حركة التجارة، وأيضا تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين القاهرة والمحافظات ودولة جنوب السودان. كذلك
تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرق النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق، وتتوفر كل مقومات نجاح لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات خلال تنفيذ محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجستية. مشاهدينا، كان هذا عرضا لجهود الدولة المصرية لوضع مصر على خريطة المناطق اللوجستية العالمية. نشكر لكم طيب المتابعة. نجحت مصر في النهوض بمحافظات الصعيد بكافة المجالات، ووجهت الدولة استثمارات بلغت 1,800,000,000,000 جنيه لتنمية الصعيد من خلال التركيز على معالجة الفجوات التنموية وإنشاء مشروعات عملاقة توفر فرص عمل للشباب. المزيد نتابعه في العرض التالي.
وتشير البيانات إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق طفرة على مدار السنوات الأخيرة، فقد تضاعف حجم الاقتصاد المصري 3 مرات في أقل من 8 سنوات. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الشق ينضم إلينا دكتور محمد شوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بسيادتك يا فندم، تحياتي لحضرتك. دكتور، بما أنه بنتكلم عن أداء الاقتصاد المصري، طبعا يجب أن أسألك عن أبرز الخطوات اللي قامت بها الدولة المصرية في الملف الاقتصادي لتحقيق هذه المرونة وفقا لبعض التقارير الدولية في الاقتصاد المصري. الحقيقة طبعا عشان أتكلم عن الاقتصاد المصري في 10 سنوات السابقة، لازم أحط المشاهد الكريم أمام مجموعة من المؤشرات الكلية قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات الحقيقة كان هناك الوضع سيء، بمعنى أن هناك عدد كبير من المصانع مغلق، معدل التضخم ارتفع بدرجة عالية جدا، تجاوز 42%، البطالة كانت مرتفعة جدا، المشروعات الإنتاجية توقفت تقريبا شبه كليا، كمان الحركة والطرق والنقل واللوجستيات والجامعات وكل ده كان الحالة سيئة. ويكفي أقول لحضرتك أن معدل الاحتياط النقدي كان وصل تقريبا 19 مليار جنيه، وصل في 2013 19 مليار جنيه. النهاردة لما أخذ الأرقام ديت وأنتقل خلال الفترة دي أقدر أقسمها إلى مرتين، مرة لحد 2020 قبل أثناء كورونا وقبل الأزمة العالمية، ومرة تانية النهاردة فين. فلما أخذ معدل التضخم اللي هو كان موجود، اللي وصل كان 45%، ويوم الإصلاح الاقتصادي بالضبط كان 33%، اللي هو 3 نوفمبر 16، وصل كان كام؟ كان حوالي وصل 7% أو 6%، كان 2020 و2021 قبل أزمة كورونا وأوكرانيا. عشان بس ما دخل كده أخذ حتة، اتعلمنا دايما في التحليل الإحصائي إن احنا لازم ننقي الفترة الثابتة والفترة اللي فيها متغيرات، لأن بعد 2020 هناك أزمة عالمية أثرت على العالم كله. الأمر الثاني كمان، البطالة كانت ارتفعت جدا أكثر من 19، فاستطاع الاقتصاد أن يخفض نسبة البطالة إلى في حدود 9%. معدل التضخم النقدي انخفض لحوالي 7%، الاحتياط النقدي ارتفع من 19 مليار إلى في حدود 38 أو 37 مليار جنيه. طيب، المصانع اشتغلت قد ايه؟ ده كله. فاحنا لما نيجي نتكلم على الاقتصاد نقول بقى ايه؟ نقول النهارده حصل طفره كبيره في مجال الاقتصاد من كافه الجوانب. طيب ابرز القطاعات الرائده في هذه الطفره يا دكتور كانت ناخدها واحده واحده. مصر كانت فقيره جدا في الطرق والنقل واللوجستيات، فاصبح النهارده استطاعت الدوله انها تبني بنيه تحتيه من الطرق والمواني واللوجستيات في داخل الدولة المصرية. هذه المواني حصل فيها تكامل ما بين الدولة وبعضها، ده لخدمة الاقتصاد الوطني، لأن هناك رؤية استراتيجية في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وكان ما فيش مستثمر بيقدر يدخل الدولة المصرية عشان المشاكل اللي موجودة فيها. النقطة الثانية كمان، الهيكل الإداري للدولة كان هيكل مهترئ، وكان هناك صورة الدولة كانت مهتزة جدا، وبالتالي كان هناك دائما هناك حالة تسيب وفساد وغيره. استطاعت الدولة من خلال الإدارة الإلكترونية والشمول المالي والحوكمة أنها تدخل في كل المجالات وتضبط عملية إيقاع التدفقات النقدية والتسديدات الإلكترونية وغيره. الأمر الثالث كمان، كان هناك دايما الاستثمارات، كان هناك في مشكلة في الاستثمارات في الدولة المصرية، وكان معظم المستثمرين بيحاولوا يهربوا من الدولة المصرية ويمشوا على أساس سوء المناخ العام. فالدولة المصرية استطاعت أنها تبني بنية تحتية للاستثمار من خلال أولاً الطاقة الكهربائية اللي موجودة، واستطاعت الدولة في هذه الحالة أنها تحدد هنا تبني البنية التحتية للكهرباء بعد ما كان هناك الدولة تعاني من طاقة وندرة إلى طاقة متجددة ومتنوعة وفائد. وفي نفس الوقت طاقة جديدة، يعني طاقة جديدة معتمدة على اللي هي صديقة البيئة ومعتمدة على المناخ، واستطاعت من هذه الحالة تتحول من دولة فقيرة في الطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة. الأمر الرابع وهو الأهم كمان، إن عدد المصانع والصناعات النهاردة أصبح داخل الدولة المصرية هناك توطين للصناعة، وأصبح هناك صناعات كثيرة، واستطاعت الدولة تقدر تغير كده. ونأخذها منين مؤشراتنا؟ نقوم ناخد الصادرات بتاعتنا كانت قد إيه؟
والاحلال محل الواردات بتاعنا قد ايه، وعلى استطاعه الدوله انها تحسن من هذين الاثنين، لان الصادرات بتقول لي ان هو في انتاج تم واستطاعت الدوله ان تصدر، فارتفعت الصادرات تقريبا 19 مليار الى تقريبا النهارده 53 مليار، فده معدل ذلك تقريبا 3 أضعاف أو 4 أضعاف هذا الامر. والوتيره اللي بيزيد بها هذا المعدل ايضا يا دكتور لافته جدا للنظر، وطبعا ده كل ده بياتي اتساقا مع التقارير، خاصه التقرير الاخير لبلومبرج اللي بيتكلم عن 107 مليار دولار استثمارات تاسيسيه بتنتظر مصر في هذه المرحله، ده طبعا كلها مؤشرات على البيئه الاقتصاديه والاستثماريه في مصر. شكرا جزيلا دكتور محمد شواتفي استاذ الاداره والاستثمار على هذه المداخله. تغطيتنا مستمره، ابقوا معنا.